من جانب آخر، أكد رئيس هيئة الدفاع في مقاطعة كوباني احتدام الاشتباكات مع إرهابي داعش على تخوم مدينة كوباني. وأوضح عصمت الشيخ حسن رئيس هيئة الدفاع عن كوباني أن الإرهابيين استخدموا تعزيزات كبيرة إلى محيط كوباني بما فيها دبابات ومدافع، مشيرا إلى أن الإرهابيين يستهدفون المدينة بالقصف، وأن الاشتباكات بين وحدات حماية الشعب الكردية والإرهابيين محتدمة ومستمرة. وأشار إلى أن الإرهابيين باتوا على أطراف كوباني وهم بالقرب من المدينة مسافة كيلومتر واحد من الجانب الشرقي، مؤكدا أن الوحدات الكردية تقاتل ببسالة وكبدت الإرهابيين خسائر كبيرة. وأضاف رئيس هيئة الدفاع عن كوباني بأن وحدات حماية الشعب الكردية ستقاوم لآخر قطرة دم ولن تسمح باحتلال الإرهابيين كوباني مجددا، نداءه للقوى الكردستانية والتحالف الدولي بدعم كوباني ومساعدة وحدات حماية الشعب الكردية.